التسنيد الاولمبيك خريبيا على الاستضافه والمكتب المسير على الاستضافه. الحمد لله هذه مباراه كتبقى وديه، ولكن درنا فيها جربنا فيها مجموعه من اللاعبين اللي خدينا فكره عليهم. الحمد لله النتيجه ما كتهمش، كيهم الاداء. الحمد لله انا راضي على الفريق، اول موسم لنا في الهوات، يعني الحمد لله الشطر الاول من البطوله حقق 25 نقطه، يعني في الرتبه الثانيه من بعد الفتح. يعني الحمد لله انا راضي، كنشكرهم بزاف، كنشكر اللاعبين على المجهودات اللي بذلوا، على المكتب المسير، على الظروف اللي كيوفر لينا، وان شاء الله كنوعد الجمهور ان شاء الله باننا غنحققوا نتائج ايجابيه، والطموح ديالنا الاول والاخير هو الصعود. متفق معك، كانت هزائم متزايده ولكن ما تتعكسش المستوى الحقيقي ديال الفريق، لانه ديال المباراه ديال الوداد ولا ديال الفتح ما كناش صراحه نستاهلوا الهزيمه، لانه كان ايقاع، كان المستوى، حاولنا مع الوداد انه نسجلوا ما نجحناش، مع الفتح الرباط سجلنا ولكن استقبلنا. دونك ما عنديش انا شخصيا تخوف، لانه بالمستوى ديال الفريق ما تيخلينيش انا نتخوف. وي كاينه هزائم، كاينه اخطاء خصنا نصلحوها، وهذا اللي خدامين فيه، وهذا اللي حاولنا انه في هذا الاسبوع هذا اللي غادي يكون فيه عدد من المباريات لتصحيح بعض الاخطاء ولاعطاء وقت او دقائق اكثر للاعبين اللي ما لعبوش. تتوصلوا انه الضغط على لوبيس كولتي ولي بليسور ساهلين، فالعمل عندنا معد بدني من احسن معدي البدني اللي كيمرض عليه، لانه خدم معايا في طنجه وفي اسيو الان هو معايا. ف باستشاره ديال جميع الطاقم التقني والطبي تيتوضعوا الحصص التدريبيه بدقه وتنعرفوا فين تنمشيو. سي بن هاشم، تلاحظ بان الموهبه ليست هي اللاعب، كيفاش يعني بالنسبه للاولمبيك خريبكا، يعني كيفاش يمكن لنا برنامج ديال واحد موهبه، يعني واحد اللي هو عنده واحد عنده ديجا عنده بحال زيدان، زيدان كان موهبه، ولكن شنو خاصنا؟ خاصنا نشتغلوا على الكوتي فيزيك، وراه شفتي فين وصل زيدان. ماشي غير الفيزيك بوحدها، نعطيك انا اكزومبل، منصف النهضي، منصف النهضي دخلوا التيران ميني فوت يطيح لك الفرقه كامله، تخي بون جوار، اكسيلون تكنيسيان، ولكن ملي تيدخل الملعب الا ما عرفتيش توظفوا فين توقفوا. ها هو الفيزيك خدم معنا، دار معنا البريباراسيون مزيان، ولكن الا ما عرفش فين يتوظف ملي تكون عندنا الكره وملي ما تكونش عندنا الكره، غيبان لعاب عادي. وهذا اللي خدام فيه مع منصف، باش في مرحله ديال العوده منصف يكون من الدعامات ديال الفرقه، لانه لاعب عنده مستوى كبير، لاعب عنده امكانيات ما يعطيها، ولكن تتفرق بعشوائيه في الملعب، ما مرتباش. حتى دابا انا المهمه ديالي شناهي؟ انا ما غنعلمش الدراري يلعبوا الكره تماما، الدراري تعرفوا يلعبوا الكره. نعم. انا شنو جيت ندير؟ توجيه وتاطير الطاقه، تب ليهم ديك الكره ديالهم، ها وقتاش دار لاباس، ها وقتاش يدير لو دريبل، ها وقتاش يدير لو تير، ملي ما تكونش عندنا الكره ها فين نوقفوا، هذا هو الدور ديالي. نعم. ما نعلمهمش كيفاش يلعبوا، مي غنعلمهم كيفاش يوقفوا، كيفاش يرتبوا الكره ديالهم وينظموا. الشين يمكن بسيشيكمون هو اللي قوي في لي زاتاكون اللي عندي، لانه انا باقي عاقل حشادي نهار لعب ضد الحسيمه، فتعرض للسب كثير وتعرض لمضايقات كثيره اللي خلاته خرج من الماتش، ما بقاش مركز في الماتش. والشن العكس، والشن شخصيته قويه، واخا تيتسب تيبقى الاز وتيبقى لاعب وترونكي. دونك لا حشادي ولا اسماعيل الحراش راه خصهم دعم، راه هاد جوج لعابه راه ما جبتهمش معايا انا، راه ولاد الفرقه، راه ولاد خريبة، راه انا خص الجمهور يضغط عليا باش نلعبهم، ماشي الوقت اللي نلعبهم يسمعوا السبان، راه خص الجمهور يقول لي هاد جوج خصهم يلعبوا، ولكن منين يلعبوا؟ اصبر عليهم ودعمهم وعاونهم، راه ولاد الفرق ومن احسن المهاجمين اللي كاينين في المغرب، ولكن راه ملي تيلعبوا تيتكرفصوا. اذا اهميه الجمهور ضروري في الدار. دابا انا حشادي تنخليه حدايا 20 مينوت 30 مينوت عاد تندخلوا، خوفا من ما تيكونش عليه ضغط كبير ديال النتيجه ولا ديال الماتش، بحال ملي تيبدا من الاول. اسماعيل الحراش نفس الشكل، ولكن انا تنطلب من الجماهير ديالنا، من الالترا ديالنا، تساند هاد لي دو، راه جوج لعابه من احسن المهاجمين اللي كاينين في المغرب. اذا تطالب في اخر كلمه بمسانده الجمهور. الى ساندوا خصوصا هاد جوج لعابه، هاد دوز اتاكو، عاونوهم، راه عندهم، راه ما تيمشيوش للمنتخب هكذاك، راه تيمثلوا مدينه خريبكا في منتخب اولمبي. نعم. راه ممكن غدا ولعبوا تشوفوهم في العاب اولمبيه. نعم. تيمثلوا نادي اولمبيك خريبكا، تشوفوهم في كاس افريقيا، تشوفوهم في كاس العالم. نعم. راه جوج ديال المواهب خصوصا المهاجمين قلال في المغرب. نعم. ملي تيكون عندك انت جوج ديال المهاجمين من الفرقه ديالك، عاونهم شجعهم، ملي يدخلوا خصهم التحفيز. اسيدي سبني انا سبني، ولكن هذوك اللعابه سورتو دي جون عاونهم. كاينين لعابه اخرين اللي شخصيتهم قويه، واخا تيتسبوا، واخا ما تيهمهمش، لانه شخصيتهم قويه وخدامين، ولكن لي جون نو. هو قبل ما تيتوضع برنامج ديال الاسبوع فتيكون اجتماع مع الطاقم الطبي، وتنوضعوا جميع او تناخذوا جميع الاحتياطات اللي يمكن تخلينا ننجحوا في البرنامج ديالنا، لا فيما يخص دقائق الحصة التدريبية أو عدد الحصص التدريبية،
ولا لو فوليوم ولا لا شارج هادشي كله تنبقوا مع الطاقم الطبي وتناخذوا تنحطوا قدامنا وتنقسموا العدد ديال الحصص. حتى فيما يخص الاكل فتيكون دائما استشاره مع الطاقم الطبي وتنشوفوا اشنو الخصائص اللي عندنا وتنحاولوا انه حتى في التغذيه نوصلوا للعابه داكشي اللي بغينا. من نهار بدينا حنا تنشتغلوا بطرق علميه حتى العدد ديال المباريات الوديه او العدد ديال الحصص التدريبيه، فما تنشفقوا الصباح وتنقولوا غنديروا صباح وعشيه اليوم وغدا نديروا العشيه، نو. برنامج علمي مدقق باستشاره ديال الطاقم الطبي والطاقم التقني، بعد ذلك تنبعثوه للاداره، من الاداره تتوافق عليه تنطبقوا. ما تنخدموش بطريقه عشوائيه غير انا تنسالي لا سيونس ونقول لهم غدا الصباح ولا نقول لهم نو نو بالعكس. فدابا نقول لك لما تيخرج برنامج مثلا ديال ثلاثه ديال المباريات من الجامعه، عندنا ثلاثه ديال المباريات عارفين التوقيت ديالها وعارفين النهار ديالها، فتنحط برنامج ديال التدريب ديال ثلاثه الاسابيع. يا اخ بسم الله الرحمن الرحيم، انا بصفتي كجمهور وغيور على اولمبيك خريبكا ومن الصغر ديالي وانا عاشق الاولمبيك، كنتمنى تخرج من القوقعه لان المشكل تيبان لي انا مشكل تسييري اكثر من ان المكتب القديم خلى شي لاعبين دون المستوى كما تنقولوا. نعم. وحنا ما راضينش على المردوديه ديال اولمبيك خريبكا في هذه اللحظه ديال دابا، ولكن مع المكتب الجديد كنتمناو يكون خير. نعم. كما كيقولوا الله كل تغييره فيها خيره. نعم. نتمناو من صميم القلب ديالي كنتمنى مسيره موفقه لاولمبيك خريبكا، والله وعسى حنا كنطالبوا بابناء المدرسه تا هما يوليو ونشوفوا لاعبين من الابناء ديالنا، لان اولمبيك خريبكا من القديم معروفه قوتها هي من التكوين. نعم. وقوه مدرسه قويه في التكوين من القديم من ايام الشربي جميل المكتب القديم. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات الاخوان والاخوات في القناه والضغط على زر الجرس.